الكلمه المهمه تو قلتها ما عادش نجم نسيطر. اي خلينا نكون واضحين. اللي ما هوش منجم يسيطر تو على الوضع هو عواصم طرابلسي، وهذاك علاش انا نقول او حمل المسؤوليه اللي هو، ولانه التداخل في مساله التعيينات ومساله الحكام مفضوح ولا، وسي عواصم طرابلسي لا حول له ولا قوه. يعني يا اخي اكتفي بدورك كمدير وطني، صحح في الاوراق وفي لي بوردرو اللي ديجا حسب ما قال بارك الله نذكرك بوردرو الخلاص اللي توما صححته تاع الحكام، والتعيينات يلزمها انسان جارح، انسان جارح وما يحسبش وما عنده حتى انتماء ويتملح من الناس كل، واذا كان يتدخل له حد يخرج يفتحوا في الاعلام. يلزمنا واحد كيما هكا تو الناس كلها تشد على الاقل نقصوا على الاقل الناس تولي تخاف شويه. اما مادام الامور ماشيه بالشكل هذا وحكام تغلط باقي نحطوهم تاج فوق الروس وباقي تتعايد، هذا شكون مسؤول عليه؟ مسؤول عليه عواصم طرابلسي اللي هو المدير الوطني للتحكيم واللي هو يشرف على لجنه التعيينات، هو اللي قاعد يعين، هو يتحمل مسؤوليه كل ما يحدث. الحل كيفاش ينجم يكون باش تصلحوا الوضع نتاعنا سي عبد الباقي؟ انا قلت لك الحل عواز شد ادارته شد بيروح وشكون حطوا رئيس لجنه التعيينات؟ انا عندي انا وربما برشا ربما ما يوفقونيش فيها، اما انا نعرفه جارح ونعرفه ماضي ونعرفه ما يسمحش ونعرفه فضايح وش واجي. اش معناه فضايح وش واجي؟ معناه كان جيت تدخل له تنقول واك يعلم الراي العام الكل. علينا الملخ. ولد السيوتي ديجا ما عنده في السوق ما يذوق. ماهو محسوب على حتى جمعيه. اللسان هكا سامحني علاله معناها واحد في الحق لا يتردد. وما يجيب لحد وما يعرف حد وما صاحبه حد وهو منبوذ مكروه على خاطر الخيصة اللي فيه هاك محطوط على جنب معنا عاطين ومعنا حميجة هاك اللي يبيع هاك غادي وكو هو منبوذ باش تلقاه حل يعني لا هو ما هو هو ما يحبوش المسؤولية هو ما في كاريره الكل على علالة لم يكن محبوبا من طرف المسؤولين علاش لأنه لسانه طويل يعني ما كيفاش تلقاه لأنه في الحق يتكلم لانه يقول لك هذه حق وهذه باطل ما كيفش تلقاها في لا وسيبي لا ولد خالي لا ولد عمي ومن جمعيه معروف ولد السيوتي طول عمره ولد السيوتي ويموت حبا في السيوتي والسيوتي بعيده على هو يقول لك حاجه هو كي يجي السيوتي بين يديه والله ما فلتها والله ما فلتها واعرف الرجل انا حكم نزيه كان نزيها ولا زال نزيها كان نزيها اخطا في بعض هو بيدو يحكي لك يقول لك انا غلطت في الماتش هذاك والماتش هذاك ولكن كان نزيها وتذكر مره في ماتش قامت عليه القيامه وقتها بين النجم الساحلي والنادي الافريقي ودع ماركا بونتو كانت تفكر في سوسه ونحاها له ونحاها على الملقي والناس الكل دهشت وكذا هو نحاه بداعي وجود لمسه يد واتضح بعد من المفيولة انه لمسه يد مرتين دع عملها واتضح انه عنده حق على كل ان شاء الله يصلح حاله واللي هو هز الورقه الصفراء للجيج نتاعو في جرجيس كان تفكر وضحكت عليه العباد وكيفاش ومن جابها واتضح بالقانون انه عنده فيها حق والقانون يقول عليها والاربيتر عنده الحق باش يهز الورقه الصفراء للجيج يقول له برا البنك واضح كيف يغلط ويصر على تغليطه يجب يهز وهز له ورقه حمراء بليتو بالصفر ورقه حمراء واقصاها من المباراه ويدخل كاتريان في بلاصته هذه الوحيده اللي عملها على وتقعد له تاريخ الفينال بتاع ليتوال والقروان بوتو روان اللي هو قال الجيج مشى للورجي وهو قال بوتو اوكي واتضح انه على حق وبالمافيولا بالسنتيمتر علاش قول لك يلزمك واحد جارح ومغروم ونهار كامل مخه كان في التحكيم وانا نقول لك حاجه على الملقي اعطيه موندا بتاع 4 سنين تو خرج لك اربيتر يمشي المونديال وانا نعرف يروح يشقوا واضح وصلت المعلومة نعرف كلامي مش باش يعجب برشا عباد راهو ثم اللي مش يسبوا ثم وكذا وقولوا الصباح لا لا رايك انت سي عبد الباقي انا نقول في حاجات على الطلاع ديما ويشهد الله انه على الملكي عندي تو تقريبا عامين ما ريتوش هاي لا دائما الاراء فيها صواب وفيها الخطا انت عطيت الراي نتاعك واهل مكه ادرى بشعابها وان شاء الله سي عواز يصلح الامور ويرجع الامور الى الجاده لانه هكا ممكن سي عواز تفلت الامور اهداف قاعده تنحى لجمعيات وجمعيات مستحقه للنقاط ويقول لك العرق نتاعي ماك تعرف الامور تتطور ان شاء الله ترجع الامور الى نصابها ويتعين الحكم في المباراه اللي يلزمه يتعين فيها يعني الحكم المناسب في المباراه المناسبه على سبيل الطرفه وهي واقع وكنت شاهدا عليها في وقت مكتب حمود بن عمار وقت ك
كانت عنده احتجاجات هو على المالكي على اشياء كانت تصير في التحكيم وكذا واحد ودوسيات اوراق دي دوكيومون. الور بعث كولي بوستال للرئاسه 4 كيلو و800 اوراق دي دوكيومون يشكي على التحكيم غيرة طلعت 4 كيلو و800 رسوريتو بعيني يوزن الكولي بالاوراق وبالشكايات وبالاحداث اللي قاعده تصير في التحكيم وبالمشاكل 4 كيلو و800 اوراق. واضح جدا نمشيو للقاء النادي البنزرتي ولا